السلام عليكم خوتي، مرة أخرى اليوم عندنا دسونسات خدمة فيها صامتة، أحيت لها موتير كومبلي. عندها قال لي موراها كي تسخن يعود الفيل بروكان سينيالي. كي حليت هي عندها فوس كارتير، هي هكا باين الكوسيني هذا طايح، وجينيرالمون هادو هما اللي يتقاسوا الكوسيني الآخر، ديما هما اللي يتقاسوا باسكو بعد على البومبا لويل شويه انسي في زون دويل سي بون او مقيوس. هنا درك بقى لي غير نهز في البركان نديه للترنور يكونتروليه، الا كانو طايح هاو يعقبو، لا مشو طايح بدلو لها غير ليكوسيني. نشوفو واش من كود ليكوسيني اس دي. هاي نورمالمون تبان اس دي ليكوسيني هي اس دي كود دوريجين، دونك ما عندناش من ما نخافو، قادر يعدي 0.25 وينجح وبدلها ليكوسيني والسلام. نورمالمون في البروكان بالك هو معدي بدلوا لها ديجا ليكوسيني، حلوه ديجا الموتور، هز في البروكان ديريكت كامل. هز في البركان نديوه للترنار، هو يقول لنا لا طايح ولا مش طايح، كما قلت لكم لا عاد طايح عقبوه 25 ومدلو لي كوسيني، ولا عاد مش طايح بدلو غير لي كوسيني. وبارك الله فيكم ورحمة الوالدين والسلام عليكم. البيرات وسي هاكم تشوفوا فين طايحين، خاطر هادوما يوليو نقدر هادوما يوليو يعقبوا الزيت بين بعضهم حتى نتولي السينيال الطوموبيل يولي انسي في زون دويل، لا بريسيون دويل تلقى مين تخرج يولي سينيال الزيت من بعد في الطابلو. هذوما اللي شابو دو بيال تاع في ربعه. بعد ما هزيت في البركان هاي طايحه، كوسيني هذه طايحه، هذه صفا، هذه اللي في النص وسي طايحه طايحه بزاف ترى، وهذه لا بريمير اوسي. دونك نديو في البركان للترنور، هو اللي يقول لنا واش كاين واش ما كانش. بالنسبه ليوم منعت لكم موتور دي سونسات يعود في البركان سينيالي، وما نجمش نحي في البركان من تحت كاكا وحده، لازم يتنحى هذا يهود للارض كامل. شوفوا البيالة وسي طايحه، هذه وسي طايحة لهنا، هذا نظن الموتور محلول وما حطولوش كوسينيات ملاح. هذه تنحت مع واحدة مع في البركان، دي كوسيني كل طايحين على هذيك الزيت سينيالي. نتمنى يكون نجح بركة في البركان، كي ينجح في البركان عاود ينيكمون لي كوسيني برك. نقول لكم بارك الله فيكم ورحمة على الوالدين والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين.